بسم الله الرحمن الرحيم. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. صدق الله العظيم. أيها الشعب العظيم في سورية الحبيبة، كتيبة سيف الدين في درعا القطاع الغربي الجنوبي تعلن قيامها بعملية نوعية تم فيها بعون الله تعالى أسر ضابط الارتباط الملازم علي توفيق إبراهيم الذي زرعه النظام الأسدي الفاجر في سيارة المراقبين الدوليين المتآمرين على سورية الحبيبة لكشف مواقع جيشنا السوري الحر وقصفها بعد خروج المراقبين منها. النصر قادم قادم بإذن الله. عاشت سوريا حرة أبية. شو اسمك؟ أنا ضابط الارتباط الملازم علي إبراهيم وهذه هويتي. شو مهمتك؟ قام النظام السوري الفاجر بتكليف مراقبة دولية الأمم المتحدة وذلك لنشر مواقع الجيش الحر والإبلاغ عنها. هل كان النظام السوري الفاجر يسمح لك وللمراقبين الدوليين بدخول منطقة كانوا يقومون باقتحامها؟ كان يعدنا من حيث أتينا بحجة أن المنطقة غير آمنة ويقوم الأمم المتحدة بتسجيلها على أنها ممانعة. تقوم الدولة بدفع مبلغ حوالي 400,000 ليرة عليها على الرغم من أن هناك آلاف الأبرياء يقتلون. تكبير الله